عليكم احنا حضورنا في ختام فعاليات مهرجان المسرح الجامعي في جامعة قناة السويس. يقام المهرجان تحت رعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد الزغبي رئيس الجامعة. السيد الغائب الحاضر الدكتور محمد الزغبي والدكتور كمال شاروبيم نائب رئيس الجامعة والسادة الضيوف الأفاضل ونخبة من ممثلي جامعة قناة السويس الذين أمتعونا وجعلوا الأمل والمستقبل في أن يتطور الفن المسرحي نعم على أيديهم بإذن الله. أولا أحب أن أنوه عن شيء بسيط جدا، لقد فوجئنا بعروضكم الممتازة ولكن كان ينقصها أحيانا بعض الوقت لعمل البروفات وكما يقولون التمرين يخلق الكمال، وزيادة التمرين وشيء آخر بالنسبة لميزانيات هذه العروض وإن كنت أراها متواضعة ولكنها أتت إليكم في وقت قصير، ونحن نعلم جميعا كفنانين أن الميزانية مهمة جدا حين تأتي في وقت مبكر، فالممثل يتعامل كثيرا مع المفردات، هذه المفردات يتمرن عليها كما يتمرن على النص والكلمة، لابد أن يكون في يده تلك المفردات سيفا مثلا يتمرن عليه كما لو كان يعيشه منذ مدة طويلة أو كما كانت هذه هي حياته. اسمحوا لي أيضا أن أترك الميكروفون لصديقي ليقول لكم ملاحظاته وهي مهمة جدا وتمنياته، لكن قبلها أحب أن أسر إليكم خبرا هاما وعظيما، لقد اقترحت على الدكتور محمد الزغبي رئيس الجامعة والسيد محافظ الإسماعيلية والدكتور كمال شاروبيم أن تكون الإسماعيلية يقام فيها المهرجان الجامعي للمسرح في الدول العربية جميعا. وقد وافقوا واعلموا أني قصدت بهذا الأمر شيئين، أولا لنرى فنون تلك الدول القريبة منا والعزيزة علينا، وثانيا ننشط مديناتنا الباسلة ننشطها سياحية كما أننا كنا ننشطها بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، وأيضا اسمحوا لي اقترح علي زميلي وصديقي الفنان الكبير والمخرج العظيم وله روائع كثيرة وقد فاز بأربع جوائز ذهبية على مستوى العالم العربي في الإعلام في المسلسلات وكانت له ضرة فريدة هي إخراجه لمسلسل سوء العصر. ذلك الفنان هاني إسماعيل. الشيء الثاني عرض علي الدكتور هاني إسماعيل فكرة عبقرية أضفت إليها شيئا قد يكون مفاجأة له. أولا ستكون الإسماعيلية بإذن الله بها مهرجان الدراما التلفزيونية الأسيو أفريقية، وهذا ما لا يعلمه. نسمع منه بعض الملاحظات بعد إذنه طبعا، وبعده الدكتور الفاضل والمهرجان
المرسي. الآن الكلمة مع الدكتور هاني إسماعيل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر أستاذ فاي على هذا التقديم، وأشكركم جميعا على هذا الاستقبال وهذه الحفاوة العظيمة اللي احنا قدمناها الحقيقة من أول ما وصلنا لإسماعيل. اسمحوا لي إن أنا الأول لازم ما أقدرش أنسى أبارك لكم النهارده مكسب إسماعيل، ده مهم جدا. الحقيقة احنا عشاق لإسماعيل وعشاق لإسماعيل، وهذه البلدة الساحرة الحقيقة اللي أنا بعشقها هنيئا لكم بها. فعلا هذه البلد كم تمنينا أن تكون يعني تنال ما تستحق، لأنها فعلا مدينة ساحرة بمعنى الكلمة. يمكن احنا لفينا دول العالم كله، والله لا أجامل أن أقول أن هذه البلدة من أحلى وأعظم المدن اللي شفناها في العالم. بشكر إدارة الجامعة على الحفاوة التي استقبلنا بها، وبشكر كل من قام على تنظيم هذا المهرجان. وعايز أقول كلمة سريعة لكل أولادنا وبناتنا اللي كانوا مشاركين في العروض. الحقيقة إحنا سعداء جدا جدا بيكم، لأن فعلا شفنا بعض المواهب اللي فعلا إحنا بنقول تستحق إنها تاخد فرصتها وتستحق إنها تشارك في عالم الاحتراف جنبا الى جنب مع الاخوه الفنيه المحترفه. شفنا عروض متميزه جدا، شفنا فنانين على مستوى الاداء التمثيلي وعلى مستوى كل فروع العمل المسرحي الحقيقه على مستوى جيد جدا. انا ليا كلمه بسيطه بس عشان ان شاء الله يعني هيحصل على الجواز دلوقتي. الكلمه هي للي لم يوفقهم الحظ ومش هيلوا له جائزه اليوم، بقول له مش هقول لك ما تزعلش، هقول لك ازعل بس خلي زعلك دافع للحماس انك تفوز في المره القادمه. ولازم تقف مع نفسك وقفه وتشوف العرض اللي فاز، لانه اكيد هناك عناصر كانت بنعتبرها من وجهه نظرنا كلجنه التحكيم هي الافضل اللي اصبحت تقول انه هذا العمل هو المتميز او الذي يستحق هذه الجائزه. تامل هذا العمل وقول فعلا هذا العمل كانت فيه جوانب مضيئه، انا كان عندي بعض من التقصير، لابد ان انا اطور من ادائي، لابد ان انا اعمل مجهود اكبر علشان اصل الى هذا التكريم. في النهايه عايزين نقول للي فاز مبروك، واللي ما فازش ربنا يوفقه ان شاء الله. لكن بشكل عام هذا التنافس اللي حصل وهذه المواهب اللي شاهدناها فعلا شيء مفرح وشيء يسعدنا جدا، وكل الشكر للاستاذ فاي عزب، لانه فعلا كابن من ابناء الاسماعيليه بيعمل بكل طاقته وجهده لاسعادكم حقيقي. واخيرا وليس اخرا الحقيقه بشكر الدكتوره سعديه، لانه مش عايز اقول لكم الحقيقه منذ وصلنا وهي يعني ملاصقه لنا الساهره على يعني شؤوننا وراحتنا، وفعلا الطاقه المحركه لهذا في النهايه بشكركم وهنيئا لكم الاسماعيليه بلدكم وبلدكم. يعني انا عايز اتكلم معاكم قلب مفتوح واقول ان المسرح أبو الفنون، وقيل عن المسرح إذا دخلت المسرح فاخلع نعليك لقداسة هذا المنبر الشريف الذي يقدم كل كلام طيب. في البدء كانت الكلمة، وفي البدء كان المسرح كلمة، وكما قال الأستاذ الكبير الراحل عبد الرحمن الشرقاوي في مسرحيته الحسين شهيدا عندما سأل الحسين معاوية،
فقال له معاوية يقول الحسين بايع إن هي إلا كلمة. فيرد الحسين قائلا أو تدري ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة. الكلمة لو تعرف حرمة، زاد مذخور. الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور. ليس ما كان سوى كلمة. عيسى ما كان سوى كلمة، أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين فصاروا يهدون العالم. إن الرجل هو الكلمة، شرف الرجل هو الكلمة، شرف الله هو الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لنا أن نقدم الجوائز العظيمة الكبيرة المعنى، ونبدأ بالجوائز الفردية. جائزة أحسن ديكور محمد مرعي. عن مسرحية روماريكيا. كلية العلوم. جائزة أحسن موسيقى تصويرية أحمد القاضي. عن عرض أنت حر. كلية التربية. جائزة أحسن مخرج محمد حسني. محمد حسن. عن مسرحية قلب عسكر. كلية الآداب.
احسن ممثله دور ثالث، مناصفه بين شيماء يسري ومي عبد الرحمن. أحسن ممثلة دور أول، تم ترشيح ثلاثة عشان تبقوا فاهمين المسألة ماشية ازاي. ريهام حسن ودينا مسعود مصعد ونهلة شعبان. المفروض ان الثلاثة على ابواب ممثلة اولى وفازت نهلة شعبان. الأول
وايضا لريهام حسن دينا مصعب وأيضا فاطمة علي من كلية التجارة بشير محمد من كلية الآداب محمد هشام
والله ما كان وحش. اخيرا من كليه التربيه محمود اسلام ايضا. الشهادات دي كلها يعني بيرضوا الناس بس ده كله احسن في الغلبانه هو احسن ممثل وخلاص. وناتي الان لاخر الجوائز واهمها واثقلها وهي جائزة العروض. العرض الذي حصل على المركز الثالث عرض هندسة البترول والتعديل بالسويس ربط لحم. كما فازت بالمركز الثاني كلية السياحة والفنادق. السيدات أنا لنا في التحكيم خاصة بميزان التحكيم هو الذهب.
ادعوا كيف كنا محايدين ومخلصين وصادقين.